هل يجوز العزل واذا دعت الحاجه الى ذلك؟ هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟ يجوز العزل وتركه افضل، واذا دعت الحاجه فلا باس. ويجوز الحبوب والحمل اذا دعت لها الحاجه، مثل المراه تحمل هذا على هذا بسرعه او يضرها الحمل فيحب ان يجعل بينهما وقتا لعلها تسلم من الضار. اذا دعت لها الحاجه على اشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل كونه جامع ثم عند إحساسه بخروج المني يقتل ذكره أو في المني من خارج لأن لا تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى العزل لنهى القرآن. في لفظ آخر: وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.